بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 64 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول سنة 46 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا المجلس نتم ما جاء في باب الخسوف، وفيه حديثان باقيان، الثالث والرابع، حديث عائشة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وكنا قد استفتحنا الباب في المجلس الماضي في الأسبوع المنصرم، وبه يتم ما يتعلق بأحاديث هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم قام ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها هو صلة لما سبق من أحاديث الباب فيما يتعلق بصلاة الخسوف. وفي الحديث مما أفرده المصنف لأجله ولأجله أتى بالحديث ما يتعلق بصفة الصلاة وإثبات طول أركانها قياماً قراءة وركوعاً وسجوداً وما بينها من الأركان، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى. وفيه أيضاً طرف من خطبته صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها في هذا الحدث العظيم وهو صلاة الخسوف. وفي الحديث أيضاً من الفوائد مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى مسائل عدة، ومنها ما لم يتعرض له وذكره بعض الشراح، وهو ما جاء في آخر الحديث من موعظته صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة الباعثة على الخوف من الله تعالى وتذكير الأمة بإحياء هذه العبادة القلبية كما تقدم في المجلس المنصرم، وأن هذا الحدث العظيم، أعني الكسوف أو الخسوف، يتعلق به من التقرب إلى الله ومما شرع لنا من العبادة جانبان، أحدهما بدني وهو الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، والثاني قلبي وهو الخوف والوجل والفزع الذي ينبغي أن يكون
عامرا في القلوب التي تقوم فتصلي لله في هذه الحوادث العظام الكونية المشار إليها، الخسوف والكسوف وما يلحق بها من الأحداث الكونية التي تخرج عن نظام العادة وسنن الكون. فالخوف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وخوف به وذكر أن هذا من مقاصد هذه العبادة الجليلة، اقترن في هذا الحديث بموعظة ببعض الكبائر، قال: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ما مناسبة ذكر هذا الذنب خاصة من بين الكبائر؟ ليش ما ذكر الربا؟ لما لم يذكر السحر؟ لما لم يذكر عقوق الوالدين وغيرها من الكبائر التي جاءت بمثلها النصوص في التهويل من شأنها؟ فلما خص هذا الذنب؟ وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: يظهر في تخصيص الزنا نكتة سرية كنت أيضا كتبتها على هامش نسختي من فتح الباري، قال: وذلك أنه قد ثبت أنه لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، يشير إلى الحديث، وأن الإيمان يفارقه ويكون كالظلة، وقد ثبت أن الإيمان نور في القلب، فكما أن الشمس فارقها نورها بالكسوف، فليحذر العبد المؤمن أن يتعرض لزوال نور قلبه وخسوفه، والشيء بالشيء يذكر، وهي فائدة لطيفة مستملحة منه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها ما يتعلق بلفظ الخسوف بالنسبة إلى الشمس وإقامة هذه الصلاة في جماعة، وقد تقدم. يعني في الحديثين الأولين يشير إلى مسألتين، أولاهما إثبات مشروعية صلاة الخسوف جماعة كما ذهب إليه الجمهور خلافا للحنفية رحم الله الجميع، والثانية مسألة تبادل لفظ الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل اللغة وبعض الشرعيين وبعض الشرعيين من تخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس، وأن ذلك لا يلزم، ولأجل هذا جاءت السنة كسفت الشمس، وهنا قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا حرج لغة واصطلاحا أن تقول في الشمس خسوفا وكسوفا، ومثل ذلك في القمر، وهذا مناسب للتنبيه على ما تقدم ذكره في ليلة الدرس المنصرم، أن لفظة خسف وكسف تصح في كل منهما ثلاث لغات: خسف وخسف وانخسف، ومثله كسف وكسف وانكسف. وتقدم هناك أن قولك خسف وخسف صحيحان لغة، وكنت قد أشرت إلى أنهما قراءتان صحيحتان في آية سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر، وهو وهم أو سبق لسان، والصواب أن القراءة العشرية الصحيحة خسف بالبناء للمعلوم، وأما خسف بالبناء لما لم يسمى فاعله فمقروء به فيما وراء العشرة من القراءة الشاذة مما نسب إلى ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج وابن أبي عبلة وأبي حيوة رحم الله الجميع، فقد وقع في قراءتهم خسف، فهو إذن وجه في اللغة وجه قرئ به في غير العشرة المتواترة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني قولها فأطال القيامة لم تحد فيه حدا، وقد ذكروا أنه نحو من سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه. هذا الحديث في لفظ عائشة رضي الله عنها قالت: فصلى فأطال القيام، ما ذكرت حدا لهذا الطول، والفقهاء يهمهم ضبط هذه المقادير بما يبنى عليه من الأحكام، فإذا قلت إن السنة في صلاة الكسوف طول القيام، فما مقدار الطول؟ لأن هذا أمر نسبي، فيمكن أن تكون الصفحتان من القرآن من المصحف طويلة بالنسبة إلى الصفحة، ويمكن أن تكون السورة ذات 30 آية طويلة بالنسبة إلى قصار المفصل، لكن هذا يحتاج إلى ضبط، لأن الطول والقصر أمر نسبي، فلما كان هذا طويلا حده بعض الفقهاء بمقدار سورة البقرة، وهذا ليس اجتهادا يعني من غير نص، بل هو عمل بما جاء في بعض الروايات، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، فإنه صريح حيث قال فقام،
قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، فنص على ذلك فجعلوا هذا ضابطا للقيام. وما عدا ذلك فيمكن أن يكون قريبا منه، لكن إذا أردت أن تحاول معرفة مقدار طول صلاته عليه الصلاة والسلام فهو على هذا النحو. وعند الدارقطني أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قدرت قراءته في الركعة الأولى، أو ذكرت قراءته في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم، وفي الثانية بسورة ياسين. وروي مثله عن علي رضي الله عنه أنهم حرزوا قراءته بالروم وياسين أو العنكبوت. فهذه مقادير أطولها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الموافق للوصف بالطول كما سيأتيك في حديث أبي موسى: فصلى صلاة أو فقام قياما طويلا لم أر مثله قط. فكان هذا حدثا في صلاته صلى الله عليه وسلم ما عيده الصحابة منه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها فأطال الركوع لم تحد فيه حدا. وذكر أصحاب الشافعي أنه نحو من 100 آية، واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه. طيب، أيضا سنة الركوع في صلاة الكسوف إطالته، فنعود إلى السؤال ثانية: ما مقدار الإطالة وما ضابطها؟ لم يأتي في الأحاديث تحديد هذا، لكنه في حديث عائشة رضي الله عنها جاء مطلقا كما أطلقت القيام، فأطال القيام قالت ثم ركع فأطال الركوع. ذكر بعض الشافعية تقدير هذا الركوع بنحو من قراءة 100 آية. فإذا قلنا إن القيام بقدر سورة البقرة، والبقرة 280 آية على اختلاف في العدد، فإن 100 هي دون النصف من القيام بهذا القدر الذي قدروه. قال: واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر من خلفه، يعني يراعي فيه حال المأمومين. ولو لم نجد نصا فإن نجد أصلا عاما في السنة وهديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهو تقارب أركانها من حيث الطول والقصر، كما حكى البراء وغيره رضي الله عنه لما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. هذا الهدي النبوي يصلح أن يكون ضابطا ومعيارا، فيكون طول الركوع قريبا من طول القيام، ومع ما جاء في بعض الرواية أيضا وصف الركوع بالطول الشديد، وأنه أيضا كان في بعض الرواية نحوا من قيامه، فهو على المقاربة موافق لما ثبت في سنته عامة صلى الله عليه وسلم من تقارب أركانها من حيث الطول والقصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قام. وقولها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول يقتضي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول، وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات. ثم قام فأطال القيام، أي قيام هذا؟ القيام من الركوع الأول في الركعة الأولى، لأن في الركعة ركوعان، فهو ركع الركوع الأول ثم قام. وهذا القيام ليس سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، بل هو عودة بعد سمع الله لمن حمده، عودة إلى القرآن الفاتحة وسورة كما سيأتي. مقدار هذا القيام الثاني كما قال دون القيام الأول، وهذا الضابط حكته عائشة رضي الله عنها، فناسب أن يكون دليلا عند الفقهاء أن يكون القيام الثاني أقصر من القيام الأول. وإذا حددت الأول بمقدار فلك أن تبني عليه مقدار القيام الثاني، وهذا أيضا شأن عام في سنته عليه الصلاة والسلام في الصلوات، كما تقدم أيضا هناك في باب القراءة في الصلاة، حيث جاءت الحديث كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كانت الركعة الثانية قريبا من النصف من الركعة الأولى في القراءة ومقدار طولها في القيام، وهذا ضابط عام أيضا يصلح أن يكون مناسبا في مثل هذا المقام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر. السبب فيه في ماذا؟
في طول الركعة الأولى في القيام الأول في القراءة عن القيام الثاني، وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال. طيب، والركعة الثانية بقيامها الأول والثاني سيكون متناقصا، وهذا ستأتي الإشارة إليه. نعم. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني، أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف، وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك. الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف، من يقصد؟ إيش يقصد بهذه الكيفية؟ ركوعان في ركعة، لأن من الفقهاء من قال صلاة الكسوف كسائر النوافل ركوع واحد في كل ركعة، وهو قول من؟ نعم، فهو يشير هنا إلى مذهب الجمهور القائلين بأن صلاة الكسوف على غير المعتاد في الصلوات، في كل ركعة ركوعان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما صحت بها الروايات. فعلى طريقة الجمهور إذا كان في كل ركعة ركوعان فبعد الركوع الأول قيام وعودة إلى القراءة. السؤال، في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وسورة طويلة البقرة أو نحوها، ركع رفع سيعود إلى القراءة، هل يعيد الفاتحة أو يستمر في القراءة بسورة أخرى أو سورة ما أكملها فيعود إلى إكمالها؟ قال والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني، أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف، يقصد الجمهور ما عدا الحنفية. نعم. وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك. جمهور الجمهور، مالكية شافعية حنابلة، هم القائلون بهذه الصفة ركوعان في ركعة أو أكثر. فهؤلاء عامتهم وأغلبهم على قراءة الفاتحة في القيام الثاني، قال إلا بعض أصحاب مالك، ويقصد به الإمام الفقيه محمد بن مسلمة المالكي. نعم. قال إلا بعض أصحاب مالك، وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى الفاتحة فيها. وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سننبه عليه في موضعه. السؤال، ما دليل الجمهور في قراءة الفاتحة مرة ثانية بعد الركوع الأول؟ ما الدليل؟ هل جاء في الروايات أنه قرأ الفاتحة في القيام الثاني؟ أي قياس؟ لا صلاة لمن لم يقرأ؟ طب هو قرأ في الركعة الأولى. يقول ابن الملقن رحمه الله: واعلم أني لم أرى في الأحاديث قراءة الفاتحة في كل قيام، لا يوجد في الأحاديث نص صريح بأن القيام الثاني يتعين فيه إعادة الفاتحة. قال: وإنما فيها، يعني في عامة الأحاديث في صلاة الكسوف، أنه قرأ فيهما فقط. وهذا يصدق أن يكون القيام الأول في الركعة الأولى مع القيام الأول في الركعة الثانية، فالذي ذهب إليه بعض المالكية ليس بعيدا، يعني ليس باطلا، ليس مصادما لنص في الرواية، فهو قول اجتهادي محتمل. وإذا أضفت إليه التوجيه الذي ذكره المصنف يبدو وجيها، قال كأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة، هي ركعة واحدة غاية ما فيها أنه زيد فيها ركوع، فإذا ركع ثم رفع عاد فقرأ سورة من القرآن دون إعادة الفاتحة، لأنه لا يزال في الركعة الأولى، وإذا فعل الثانية فمثلها. وإذا أضفت إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها: فصلى أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين. فالفقهاء إذا سألتم كم ركعة يقول لك ركعتين، إذن هي ركعة واحدة فيها ركوعان. فالنظر إلى هذا المعنى مع عدم وجود صريح في الرواية لعله يشهد لما ذهب إليه بعض الفقهاء، إنما الذي عليه عامة الفقهاء وأغلبهم إعادة قراءة الفاتحة في كل قيام
بعد الأول القيام الثاني والثالث والرابع. قال ابن ملقن رحمه الله: وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح سورة أخرى ثم ركع. ظاهر هذا أنه ما قرأ الفاتحة، والجمهور يتأولونه على أنه استفتح سورة أخرى بعد الفاتحة. قال رحمه الله: وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قرأ سورتين وصلى ركعتين، قرأ سورتين وصلى ركعتين، فهذا أيضا ظاهره يشير إلى ما ذهب إليه. قال رحمه الله: وكأن من أوجبها في القيام الثاني، يعني الجمهور، ألحقه بالركعة الكاملة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث قولها. طيب، أما منصوص مذهب الإمام مالك رحمه الله فهو كالجمهور، قراءة الفاتحة في كل قيام. الثالث قولها: ثم سجد فأطال السجود، يقتضي طول السجود في هذه الصلاة. وظاهر مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ألا يطول السجود فيها. طيب، إذن ماذا يفعل؟ مذهب مالك والشافعي عدم تطويل السجود في صلاة الكسوف، فماذا يفعل؟ يصلي ويقتصر في السجود على قدره في سائر الصلوات. في سائر الصلوات كم يسجد؟ 10 تسبيحات مثلها، فيجعل السجود غير مطول كالقيام والركوع. وبهذا قال جمهور الشافعية وابن القاسم من المالكية أن سجود صلاة الكسوف لا تطويل فيه. نعم. قال: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع. فنص على هذا ابن سريج من أئمة الشافعية المتقدمين على أن السنة في صلاة الكسوف تطويل السجود كما في الركوع، ونقله عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في زمانه في بلاد ما وراء النهر. قال: ثم قال: وليس بشيء. من القائل؟ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله. ثم قال: وليس بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع. ثم قال أبو إسحاق الشيرازي: وليس بشيء، متعقبا ما نقله عن ابن سريج من ذكر استحباب إطالة السجود. لما؟ قال: لأن الشافعي لم يذكر ذلك، فعلل نقده لما ذكره ابن سريج على أنه ليس في منصوص الشافعي فلا يصح نسبته إلى إمام المذهب. قال: ولا نقل ذلك في خبر. إيش يقصد؟ أنه لم تثبت به الرواية. طيب، وهذا الحديث لعله مما فاته رحمه الله. وهذا يشير إلى أن بعض أهل العلم إذا لم يكن من المعتنين بالحديث رواية وتحصيلا وجمعا قد يفوته بعض الروايات الصحيحة التي تبنى عليها مسائل في الفقه. وإلا فأبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية بلا منازع، وكتبه العمدة في المذهب، سواء في الأصول اللمع وشرح اللمع، أو كان في الفقه كالمهذب وغيره من كتب المذهب التي أصبحت عمدة الناس إلى زمان اليوم، إلى زماننا هذا. عمدة الشافعية في الفقه فروعا وأصولا كتب الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. ومع ذلك قال: ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع. فهذا مما فاته رحمه الله. فالذي يستدرك على كلامه رحمه الله تعالى شيئان: الأول ما أشرت إليه، وهو نفيه أن يكون ذلك قد ثبت في الرواية. والصحيح كما سمعت في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، ليست رواية يتيمة، حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث جابر وغيرها كثير، كلهم رضي الله عنهم وصفوا الطول في هذه الأركان، بالذات القيام والركوع والسجود. فهذا من الفوات الذي يحصل لبعض الأئمة مع علو أقدارهم رحم الله تعالى الجميع. وهذا يدل على أن الكمال عزيز، وأن العلم لم يستوعبه واحد، لكنه في مجموع علم العلماء رحمهم الله تعالى. والموضع الثاني من الاستدراك نسبة هذا إلى مذهب الإمام الشافعي. ما هو؟ عدم التطويل في السجود في صلاة الكسوف. لما هو موضع استدراك؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله
نقل عنه إثبات استحباب التطويل في السجود في صلاة الكسوف، وذكر هذا عدد من فقهاء الشافعية. نقل هذا في البويطي، مختصر البويطي للشافعي، في موضعين. قال الشافعي: يسجد سجدتين ثانيتين طويلتين، يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه. قال: ونقله بعض فقهاء الشافعية عن الإمام، وهو أيضا منصوص في الأم. قال الإمام الخطابي أيضا: مذهب الشافعي تطويل السجود كالركوع كما في معالم السنن. وقال البغوي أيضا: يطيل السجود في السجدة الأولى كالركوع، والسجود الثاني كالركوع الثاني. قال ابن الملقن رحمه الله معقبا على هذه النقول، قال: فالمسألة منصوصة كما قد علمت، والأحاديث صحت أيضا فلا محيد عنها، لا جرم، صححه المحققون. ثم قال: وعجيب من الشيخ أبي إسحاق مع جلالة قدره كيف وقع له مثل هذا، لكنه سنة الله تعالى في خلقه مع بقاء المقام محفوظا للأئمة العلماء الذين كما أسلفت مضى علمهم في الأمة إلى زمان الناس هذا. وحسبك أن من توفي في القرن الخامس ونحن في القرن الخامس عشر، تعبر في الأمة عشرة قرون وآثارهم محفوظة وعلمهم متناقل وكتبهم تدرس وتقام عليها المجالس ويدرسها الطلاب في المجالس والمساجد والمعاهد، فرحمهم الله تعالى وسلك بنا سبيلهم. وبالمناسبة، فمن اللطائف في ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه كما أسلفت شيخ الشافعية في زمنه بلا منازع، وكان أبو عبد الله الدامغاني معاصرا له وهو شيخ الحنفية في عصره. قال الإمام الذهبي رحمه الله: اثنان لم يتفق لهما الحج، يعني ما حج في حياته رحمه الله. قال: أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في زمنه، وأبو عبد الله الدامغاني شيخ الحنفية في زمنه، فقهاء المذاهب في زمانهم ما كتب الله لهم الحج لبعد بلدانهم وما تيسر لهم. يقول الذهبي رحمه الله: أما أبو عبد الله الدامغاني فلو أراد أن يحج لحج على السندس والاستبرق، يعني من قدرته وملاءته، لو أراد أن يحج لحج على السندس والاستبرق. وأما أبو إسحاق الشيرازي وقد كان فقيرا رحمه الله معدما، وكان عامة أهل العلم على التقلل من الدنيا وقلة ذات اليد، حتى قال قائلهم: أبى العلم إلا أن يبيت تحت عمائم العلماء. فقال: أما أبو إسحاق الشيرازي فلو أراد أن يحج لحمل على الأعناق والأكتاف، يعني لو أراد أن يحج وعزم لحمله الناس تقديرا له وإجلالا على أعناقهم وأكتافهم، مرتحل به من شيراز إلى الحجاز رحمهم الله تعالى جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلنا: بل نقل ذلك في أخبار، منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا، وفي حديث آخر عنها أنها قالت: ما سجدت سجودا أطول منه. وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله. هذا تعقب من المصنف رحمه الله لما نقله عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله في قوله: لأن الشافعية لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر، فتعقبه في الثاني ولم يتعقبه في الأول، وقد استدرك بعض الشافعية ذلك. قال: بل نقل ذلك في أخبار. ماذا يقصد؟ تطويل السجود في صلاة الكسوف. قال: منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي معنا، وفي حديث آخر عنها أنها قالت: ما سجدت سجودا أطول منه، وهو أيضا رواية في الصحيحين. وكذلك نقل تطويله أي السجود في صلاة الكسوف في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله في الباب، وحديث جابر بن عبد الله وهو أيضا في مسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر أيضا في الصحيحين، وحديث سمرة بن جندب، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، بعضهم في الصحيحين وبعضها في السنن، وكلها روايات نقلت صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيها تطويل السجود في صلاة الكسوف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع قولها: ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. وقد حكت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ومقتضى هذا التشبيه
أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. يعني في الركعة الثانية ستطبق الهدي النبوي ذاته، الركعة الثانية أيضا كم قياما فيها؟ قيامان. وكم ركوعا فيها؟ ركوعان أيضا. إذن في الركعة الثانية ستجعل القيام الثاني فيها أقصر من القيام الأول، والركوع الثاني فيها أقصر من الركوع الأول. هذا مقتضى تشبيهها بقولها ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. السؤال، القيام الأول في الركعة الثانية ما مقداره بالنسبة للقيام الثاني في الركعة الأولى؟ يعني الآن كم قياما في الصلاة كلها؟ أربع مرات قيام. القيام الأول في الركعة الأولى طويل بقدر سورة البقرة، والقيام الثاني دونه. طيب القيام الثالث الذي هو الأول في الركعة الثانية هل سيكون أقصر من القيام الثاني في الركعة الأولى؟ يعني ستنزل تدريجيا تقرأ 200 آية ثم 150 ثم 100 ثم 50 وهكذا؟ هل في الحديث ما يدل على ذلك؟ هذا هو السؤال، ولأجل ذلك أورد هذا النقاش الفقهي اللطيف. نعم، ولكن هل يراد؟ قال ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ يعني لما تقول أن القيام الثاني دون القيام الأول في الركعة الثانية دون القيام الأول في نفس الركعة أو في الركعة الأولى الذي هو أول قيام؟ نعم. قال وكذلك الركوع، وكذلك في الركوع إذا قلنا دون الركوع الأول هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ تكلموا فيه، وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانية، وبالركوع الأول الأول من الثانية أيضا، فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه. وهذا ظاهر الرواية، ومن رجح هذا لأن قوله وهو دون القيام الأول وقال في الركوع وهو دون الركوع الأول ما أراد إلا القيام الأول والركوع الثاني، فكذلك أراده في الثانية بالنسبة إلى الركعة نفسها. طيب الآن جاء في الوصف في الرواية كما سمعتم طول القيام وطول الركوع وطول القيام الثاني وطول السجود، لم تذكر الروايات الاعتدال بعد الركوع الأخير. قال ابن الملقن لم يذكر في هذا الحديث الذي هو آخر قيام، لم يذكر في هذا الحديث. قال رحمه الله وفي حديث ولا في حديث ابن عباس في صحيح أبي عوانة، قال وهو ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة، فالروايات يكمل بعضها بعضا. المسألة الأخرى، قال ابن الملقن أيضا لم يذكر في هذا الحديث تطويل الجلوس بين السجدتين، وعامة الرواية ليس فيها تناول لهذه المسألة، الجلوس بين السجدتين في الركعة الأولى والجلوس بين السجدتين في الركعة الثانية ما تعرضت له الروايات. جاء طول القيام وطول الركوع وطول القيام الثاني وطول السجود، لكن لم يرد في الروايات ما يتعلق بالجلوس بين السجدتين. قال رحمه الله تعالى لا جرم، نقل الغزالي والرافعي الاتفاق على أنه لا يطوله، بناء على ماذا؟ لعدم ورود ذلك في الروايات التي وصفت الطول في بقية الأركان وأغفلت ذكر ركن الجلوس بين السجدتين. ثم قال رحمه الله ولكن حديث عبد الله بن عمرو يقتضي إطالته. حديث ابن عمرو في السنن ولفظه ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد، والحديث صحيح، وبناء عليه يثبت أيضا طول هذا الركن، فاستوت الأركان كلها في وصف الطول في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس قولها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة، ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة، وقال بعض أتباع مالك ولا خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم. طيب فإذا استقبلهم وذكرهم أليست خطبة؟ يعني هم يثبتون أنه يستقبل
المأمومين ويتكلم ويذكرهم، أفلا تسمى هذه خطبة؟ قالوا ليس بالضرورة، ليس كل كلام يسمى خطبة، المقصود بالخطبة ما استجمع أركان الخطبة، البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر موعظة مع شيء من القرآن يسمى خطبة. قال بعض أتباع مالك لا خطبة لصلاة الكسوف، ولكن يستقبلهم ويذكرهم. فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية ألا تشرع خطبة لصلاة الكسوف. السؤال، فماذا يقولون في هذه الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث عائشة وفيها فخطب، فماذا يقولوا؟ يقول ليست خطبة كخطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء، إنما تكلم ليذكر الناس بما أراد التنبيه عليه، وهو أن الشمس ما كسفت لموت ابنه إبراهيم، فتكلم على هذه القضية تنبيها، وإلا ليست خطبة. لكن لما كانت مناسبة ارتبطت بالحادثة وتكلم بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فخطب وتكلم، وليس المقصود خطبة تشرع دوما لصلاة الكسوف. فهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. نعم. قال ولم يرى ذلك، قال ولم يرى ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال الحافظ ابن حجر مع أن الإمام مالك روى الحديث وذكر فيه الخطبة، لكن بناه على أن ذلك لم يشتهر، وليست لصلاة الكسوف خطبة كما لصلاة الجمعة ونحوها. قال وهذا خلاف الظاهر من الحديث، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدئ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه، حمد الله وأثنى عليه، وهذا لفظ البخاري. وزاد النسائي وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب خطبة الإمام في الكسوف، يريد إثبات هذا بما دلت عليه الأحاديث، خلافا لما اختاره بعض الفقهاء كما سمعت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والذي ذكروا من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف، مثل قولهم إن المقصود إنما كان الإخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، للرد على قول من قال ذلك في موت إبراهيم والإخبار بما رآه من الجنة والنار وذلك يخصه. جعلوا الخطبة المقصودة في هذا الحديث في صلاة الكسوف شيئا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قال عرضت علي الجنة والنار في صلاة الكسوف، ولما حصل من موت ابنه إبراهيم فتكلم صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن هي واقعة عين، حادثة شخصية وقعت فتكلم فخطب، ولا يدل ذلك على مشروعية خطبة مستمرة لصلاة الكسوف في الأمة دائما. قال وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين، لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة. والأظهر من ذلك أن تقول الصحابة رضي الله عنهم قالوا سموها خطبة، قالوا ثم خطب، فلما سموها خطبة هم أدرى، فما سموها خطبة إلا وهي في عرفهم مصطلحهم خطبة، كما في حديث عائشة وحديث أسماء فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي موسى الآتي أيضا. قال وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها، مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله، بل هو كذلك جزما. إذن باختصار هذا عذر ما ذهب إليه المالكية والحنفية من عدم مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، وهو بعض الأمور كما سمعت أن ما ثبت في الحديث ليس خطبة بالمعنى الاصطلاحي، إنما هي كلام واستقبال وتذكير، وأن ذلك مخصوص بما رآه واطلع عليه من أمر الجنة والنار، أو أن ذلك لم يشتهر كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله. وذهب صاحب الهداية من الحنفية إلى عذر آخر، قال ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل،
فعلل بعدم ثبوت ذلك في الرواية، وهو أيضا لعله لم يطلع على ما ثبت في الروايات الصحيحة من ثبوت الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا. اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف. هذه مسألة، ما وقت صلاة الكسوف؟ تقول عند حدوث الكسوف. لم يختلفوا في وقت ابتدائه وهو ابتداء الحدث، لكن ما نهاية وقت الكسوف؟ يعني ما آخر وقت يجوز فيه البدء بصلاة الكسوف؟ أما نهايتها إذا ابتدأ فيها فهو حيث ينجلي. لكن السؤال: إذا كان غيم والشمس قد كسفت وما رأينا، فما تجلى الغيم إلا بعد الظهر ورأينا كسوف الشمس، هل نصلي؟ هذا مبني على هذه المسألة، ما وقت صلاة الكسوف من حيث الابتداء، متى يجوز الابتداء بها؟ هل هو في كل وقت؟ الحديث ماذا يقول؟ قال: فإذا رأيتم، وقلنا في الدرس الماضي هذه صيغة شرط وعموم، ومقتضى الشرط أنه متى رأينا الكسوف صلينا، ومقتضى العموم أنه في أي وقت، في أول النهار، في أثنائه، في بداية طلوع الشمس، في منتصف النهار، في آخرها قبل الغروب. قال: فإذا رأيتم، فجعل ذلك عاما. لكن الفقهاء نظروا فقالوا: ربما يكون بعض الأوقات لا تصح فيها الصلاة، مثل أوقات النهي كبعد العصر، ما وقع الكسوف إلا بعدما صلينا العصر، صلينا فرغنا من صلاة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حدث الكسوف، نصلي؟ هنا من الفقهاء من يقول آخر وقت لصلاة الكسوف إلى العصر. ليش؟ قال: لأن بعد العصر وقت نهي. ومنهم من قال إلى الزوال. لما؟ قال: لأن بعد الزوال لن يكون للشمس أثر وسلطان كما يكون قبل. وهكذا، فهذه مذاهب يحكيها المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال: اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف، فقيل هو ما بعد حل النافلة إلى الزوال، وهو ظاهر مذهب مالك. إيش يعني ما بعد حل النافلة؟ خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس، بعد الفجر، وقت النهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، هذا وقت نهي، بعدها تحل النافلة. قال: من هنا يبدأ وقت صلاة الكسوف، من بعد حل النافلة إلى الزوال. إلى الزوال يعني كصلاة العيدين والاستسقاء ونحوها، فإن منتهى وقتها زوال الشمس. قال: وهو ظاهر مذهب مالك. ومعنى ذلك أن الشمس إذا كسفت بعد الزوال فلا صلاة، وهذا تقييد لانتهاء الصلاة بما لا يساعد عليه عموم الحديث. نعم. وقيل إلى ما بعد صلاة العصر، وهو في مذهب مالك أيضا. فإذا صلى العصر أيضا انتهى وقتها، وهذا أوسع من الرواية الأولى في مذهب مالك. وفي مذهب مالك رواية ثالثة: تصلى صلاة الكسوف إلى الغروب، كما هو مذهب الجمهور. فإذا التحديد في نهاية وقت صلاة الكسوف من حيث الدخول فيها في مذهب مالك ثلاث روايات: ظاهر المذهب إلى الزوال، ورواية ثانية إلى العصر، وثالثة إلى غروب الشمس. قال: وقيل في جميع النهار، وهو مذهب الشافعي، ويستدل له بهذا الحديث، فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك، وهو عام في كل وقت، بقوله: فإذا رأيتم شيئا منها فصلوا، وفي رواية كما ستأتيك في حديث أبي موسى فافزعوا. إذن فأمر بالصلاة معلقا برؤية حادثة الخسوف أو الكسوف، قال: فإذا رأيتم، فجعل ذلك عاما. طيب، والسؤال: القائلون بتحديد الوقت إلى الزوال أو إلى العصر هم أيضا يدركون هذا العموم، لكنه يرونه معارضا بعموم آخر، وهو النهي عن الصلاة في وقت النهي، لا صلاة بعد العصر، فجعلوا عموما يقابل عموما. وتعرف المسلك الذي يعمد إليه العلماء في كل عموم وخصوص من وجه،
إذا تعارض فأي العمومين يغلب ليخص به الآخر أو العكس، فهذا أيضا عندهم. ومنهم من قال حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وعند توسط الشمس كبد السماء حتى تزول محفوظ، لكنه عموم لا تدخل فيه الأفراد النادرة، وهذه مسألة في الأصول، هل العموم يشمل النادر من الصور؟ ما الندرة؟ حدوث الكسوف في وقت النهي، حدوث الكسوف فور طلوع الشمس، أو حدوث الكسوف إذا توسطت، أو حدوث الكسوف بعد العصر، فهل يدخل في العموم الصور النادرة؟ إن قلت نعم أصبح تعارضا، وإن قلت لا فإن العموم لا تدخل فيه الصور النادرة، فيبقى العموم في النهي يشمل حتى صلاة الكسوف ونحوها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. وتقدم مثل هذا أيضا في الحديث السابق، أن الصدقة من بركاتها وأثرها الذي دلت عليه الشريعة أنها تدفع الخوف، وأنها تكفر الذنب، وأنها تطفئ غضب الرب، وأنها تبارك المال، وأنها بفوائدها المتعددة فضلا من الله على عباده، فهذه من أثارها. ووجه الربط هنا أنه لما قال إن في ذكر حادثة الكسوف أو الخسوف قال: فصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم، فذكر هذا عقب قوله: إنها آيات يرسلها الله يخوف بها من يشاء، ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والذكر والصدقة، فجعل الصدقة مما يستدفع بها هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع قوله: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين، إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء، لأن الغائر على الشيء مانع له وحام منه، فالمنع والحماية من لوازم الغيرة، فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب. والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، فإنه حكم شرعي، أعني الجواز وعدمه، فيؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام، إلا أن يدعي مدع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع، أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا، فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح، وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح. طيب، هو أشار رحمه الله إلى مسألة ما زالت مثار جدل بين الطوائف المنتسبة للإسلام في باب صفات الباري جل وعلا وكيفية التعامل معها، والمذهب في إثباتها بما دلت عليه نصوص الشريعة. ووجه المناسبة هنا إثبات الغيرة، قال: ما من أحد أغير من الله، أثبت الغيرة، بل أثبت المبالغة فيها، أنه لا أحد يكون عنده صفة الغيرة أعظم مما ثبت الغيرة من الغيرة لله جل وعلا. ما الغيرة؟ الغيرة في حق البشر ترجع إلى انفعال وتغيير وانزعاج يلحق بالغيران نتيجة لما يحصل فيه من اعتداء على حرماته أو عرضه أو شيء من ذلك، فتكون الغيرة صفة في النفوس الشريفة الحرة التي تأنف أن ينال من عرضها أو أن يستطال على حرماتها، فيحدث شيء من الانزعاج والانفعال، فينشأ منه اندفاع نحو حماية العرض، حماية الحرمات، حماية ما لا يقبل أن يمس أو يهان أو يعتدى فيه على عرضه وحرماته، صفة محمودة ولا يفقدها والعياذ بالله إلا من فقد هذه الصفة العزيزة، فيوصف بأضدادها من صفات النقص وصفات الذل والهوان كالدياثة وقلة المروءة والخسة والانحطاط، أجارنا وأجاركم الله. الشريعة جاءت بصون هذه الصفة الكريمة وإذكائها في نفوس بني الإسلام،
هذا جانب. الآن في الحديث إثبات صفة الغيرة لله، قال ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. السؤال كيف نفهم صفة الغيرة لله عز وجل؟ فهمناها في صفة المخلوقين. الجواب أننا نتعامل معها كتعاملنا مع سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه تعالى أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون مثلها ثابتا للمخلوقين، وهذا عام، سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل، مثل أن تقول صفة الكرم، صفة العلم، صفة الحياة، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر. ما هذا؟ هذه صفات أثبتها الله لنفسه، سميع بصير وحي قيوم ومتكلم سبحانه وعالم وقادر. الصفات هذه إذا أثبتناها لله ترى أن مقابلها إثباتا لصفات المخلوقين بالأوصاف مثلها، علم للمخلوق فتقول فلان عالم وفلان كريم وفلان حي وفلان قادر وفلان يريد، فأثبتت الصفات ذاتها. ما المنهج؟ ما العمل؟ المسلك الذي تسلكه هناك تسلكه في كل الصفات، فتقول كما أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فنثبت لله تعالى صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فكيف يقال؟ يقال لله حياة لكنها أبدا لا تشبه بوجه حياة الخلق، ولله علم لا يمكن أن يشبه علم المخلوقين، ولله قدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة وسائر الصفات بما لا يشبه من ذلك صفات المخلوقين. فإن قيل فما وجه الشبه؟ لا، يقال ليس فيه من الشبه إلا اسم الصفة، علم وعلم وحياة وحياة وسمع وبصر. أما حقائق هذه الصفات على الحقيقة فلا مقارنة، ومرد ذلك إلى أصول عامة أظهرها وأجلها قول الحق سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الصفة ونفى المثلية والتشبيه، وهذه قاعدة أهل السنة أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه أبدا بوجه من الوجوه، وغاية ما في الأمر أن يكون اشتراكا في اسم الصفة لا غير بين الخالق والمخلوق، بين الرب عز وجل وبين العباد، وهذا لا يستدعي إثباتا لتسوية أو تشبيه، فالتنزيه قائم، تثبت الصفة مع تمام التنزيه لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قلناه في هذه الصفات السبع الذاتية يقال في سائر الصفات التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف، فإذا قلت صفة الضحك، صفة الغضب، صفة النزول، صفة المجيء، صفة اليد، صفة الوجه التي جاءت بها النصوص، ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وجاء ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، عجب ربك من صنيعكما بضيفيكما البارحة، وأمثال هذا كثير في النصوص الشرعية كتابا وسنة صحيحة. المسلك فيها هو المسلك ذاته، نثبت تلك الصفات. ما العمل؟ نثبتها بما يليق بالله جل جلاله، ونقول نعم الله عز وجل له سمع لكن لا ندري كيف هو. ليش ما ندري؟ لأنه ما أعلمنا. فإذا ما مذهب أهل السنة؟ خلاصته نثبت الصفات مع العلم بمعانيها لكننا نفوض كيفياتها. التفويض عند السلف راجع إلى كيفية الصفات وحقائقها لا إلى معانيها. المعنى معلوم في اللغة، لا يجهل ما معنى وجه ولا ما معنى يد ولا معنى سمع ولا معنى بصر ولا معنى قدرة ولا علم ولا حياة. المعاني معلومة وحقائقها بالنسبة إلى المخلوقين معلومة، لكن حقائقها بالنسبة إلى الخالق ليست مجهولة بل هي أكبر من أن يستوعبها العقل البشري. لما؟ لأن الله عز وجل جعل لعقل البشر حدودا وقدرات لا يبلغ تجاوزها، كما أن لبصرنا حدودا لا يمكن تجاوزها، فأتني بأحد الناس بصرا ودقة في النظر مع بعد المسافات وصغر المنظور، ومع ذلك فمهما بلغ لو أخفيت له شيئا وراء جرم جامد فإنه لا يبلغ أن يرى ما وراء الجوامد، لأن النظر وبصر البشر لا يبلغه. هل هذا ضعف في بصره؟ الجواب لا، هي قدرات محدودة، أن بصر البشر لا ينفذ إلى ما وراء الأجسام الجامدة، ومثل ذلك السمع أحد الناس سمعا
وربما يسمع الهمس والصوت الضعيف والخفي، ويسمع خرير الماء أو صوت الماء في الآبار التي لم تحفر بعد، لكنه لا يسمع كل شيء، فلا يسمع الموجات فوق الصوتية وتحت الصوتية كما يسميها العلماء. هل هذا ضعف سمع؟ لا، هو من أحد الناس سمعا، لكن لسمعه حدودا وقدرات جعلها الله تعالى للبشر. ولهذا يستعمل لبعض الدواب كالكلاب والقطط نوع من الصافرات تسمعها ولا يسمعها البشر. ومنه أيضا حديث تعذيب الملكين في القبر للكافر والمنافق، قال: فيضرب ضربة يسمعها كل من خلق الله عز وجل إلا الثقلين. تسمعها البهائم، تسمعها الحيوانات، لكن الإنس والجن جعل الله لسمعهم ألا تبلغ الموجات فوق الصوتية، ومن شدة الصيحة يتجاوز حدود الموجات التي يسمعها البشر بآذانهم. فالمقصود كما لا ندرك شيئا من حدود السمع والبصر لأننا محكومون بقدرات لا يمكن تجاوزها، فكذلك العقل مهما بلغ عقل العاقل من الذكاء والحدة والفطنة والفهم والدراية، لكن شيئا من المعلومات التي استأثر الله بعلمها جعلها دون قدرات عقول البشر فلا تبلغها. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه لم يطلعنا على كيفيات وحقائق صفاته العلية، لأن عقولنا لا تستوعبها، فرحمنا الله فاستأثر بعلمها وجعلنا نؤمن بما أثبت، أثبت الصفة فنؤمن بها، واستأثر سبحانه وتعالى بكيفياتها فنسلم بها. فمن قال إن مذهب السلف وأهل السنة هو التفويض مطلقا فما دقق العبارة، هم يفوضون الكيفية للمعاني. ومن ظن أن مذهب السلف التفويض مطلقا فعليه أن يفسر مقولة الإمام مالك الشهيرة رحمه الله لما سئل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان السؤال عن الكيفية، السائل ما سأل عن المعنى، عرب ويفهمون ما معنى الاستواء. وفي 7 آيات من القرآن وصف الله ذاته العلية بالاستواء على العرش. ليس في رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا باطلة ولا مكذوبة أن أحد من الصحابة استشكل المعنى فقال: إيش معنى استوى على العرش؟ وكيف استوى ربنا؟ ما سأل أحد. أتظن أنهم على تعدادهم وكثرتهم رضي الله عنهم وفيهم العالم والأعرابي ما سأل واحد منهم لأن المسألة كانت عندهم لغزا؟ بل كانت في غاية الوضوح، فسلمت لها العقول وآمنت بها القلوب، فما وجدوا إشكالا في الأصل. كما لم يسألوا كيف يسمع ربنا وكيف يبصر، ما سألوا عن ذلك لأنهم قرروا هذا الأصل السليم. فلما سأل السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله طويلا ثم رفع رأسه فقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني من حيث المعنى واللفظ الاستواء تعرفه العرب، والكيف غير معقول. قال: غير معقول، ما يستوعبه العقل، الكيف غير معقول. قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا صاحب فتنة أو ما معناه، ثم أمر به فأخرج من المجلس رحمه الله. المقصود أن هذا المنهج الذي قرره أئمة الإسلام منذ صدر الإسلام الأول هو الذي يقرره أهل السنة. فإذا قلنا هل نثبت لله صفة الغيرة؟ الجواب نعم، بمعنى الغيرة المعلوم، بمعنى الغيرة المعلوم، لكن بكيفياتها التي نفهمها في حق البشر الجواب لا، الجواب لا، لأننا حتى بين المخلوقات وهي مخلوقات تتفاوت صفاتها المنسوبة إليها المتحدة وفي أسمائها. نثبت للبشر وجها، ونثبت للفيل وجها، وللذبابة وجها، وللبعوضة وجها، فهل إثباتك صفة الوجه لهذه المخلوقات أوهم عندك أن الوجه في هذه المخلوقات شيء واحد من حيث المعنى والكيفية والحقيقة؟ الجواب لا، الوجه مأخوذ من المواجهة. فالمقصود، وهذا يعني مقامه طويل في البسط، والذي قرره المصنف رحمه الله أنه أشار إلى جملة الخلاف الواقع بين الطوائف المنتسبة للإسلام. قال: المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين، إما ساكت عن التأويل وإما مؤول. الساكت عن التأويل يشير به إلى من أراد إثبات الصفات وترك الخوض في معافي في الكيفيات والحقائق، وإما مؤول على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء. المؤولون فرارا من التشبيه الذي ظنوه لازما للإثبات،
قالوا إذا أثبتنا نخشى وقوع التشبيه، ففرارا من خشية الوقوع في التشبيه عمدوا إلى التأويل، فقالوا الغيرة هنا يراد بها شدة المنع والحماية من الشيء، فمعنى أن يغار الله أن يمنع عباده من الحرام. السؤال: هل هذا معنى الغيرة في اللغة؟ الجواب: لا، هذا من لوازم الغيرة وليس حقيقة الغيرة. حقيقة الغيرة عند المخلوقين شعور نفسي، تقول فلان يغار على زوجته، على إخوته، أخواته، على ابنته. ما معنى يغار؟ أن في داخله شعور من الانفعال والانزعاج والخوف والحرص والحذر وعدم الاستهانة وعدم التنازل، هذا شعور يلزم منه ما قال المصنف شدة المنع والحماية، فلا يسمح لعرضه لأهله بأن يكون في مكان يمكن أن يمتهن فيه عرضه. هذا من لوازم الغيرة والأنفة وليس هو حقيقتها. قال رحمه الله: لأن الغائر على الشيء مانع له وحام منه، فالمنع والحماية من لوازم الغيرة. فالتأويل فسر الشيء بلازمه، قال: فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب. ثم قال: والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، فإنه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه، فيؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام، إلا أن يدعي مدع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا، فخصمه يقابله بالمنع الصريح، وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح. يعني المنازعة في هذا الباب ما زالت قائمة، لكن في إثبات المذهب الذي ينسب إلى سلف الأمة وصدرها الأول، خلافا لما يقرره بعض المتأخرين عندما يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، ويقصدون أن التفويض الذي يحملونه على معنى تفويض المعنى والكيفية وليس هو دقة الوصف كما تقدم آنفا، أنه مذهب السلامة، وأن الخوض في ذلك بنوع من التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يستقيم به المعنى مما يسلم من التشبيه المحذور كما زعموا، أن هذا نوع من الدقة في العلم وبلوغ ما لم يبلغه الأوائل من سلف الأمة، وهذا في الجملة يعني لا يصح إطلاقه، كما نبه عليه عدد من الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وهذا بسط يعني يطول مقامه في مثل هذه المسائل، وربما تكرر في بعض الأدلة وبعض الأحاديث مثلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، فيه دليل على مقتضى غلبة الخوف وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص. من أين أخذ الدليل على غلبة الخوف؟ قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فدل هذا على أنه في مقام الوعظ يغلب جانب التخويف، مع أننا في الشريعة نعيش بين ترغيب وترهيب، كما يخوف بالنار يرغب في الجنة، لكن ما المقام؟ المقام مقام حدث إلهي، حدث كوني عظيم أشار إلى ارتباطه بالغضب الإلهي أو بالتخويف، إن آيات أرسلها الله يخوف بها، فهذا يناسب التخويف لأن الحادثة في هذا السياق. أما إذا جئت إلى أبواب العبادات وأوقات الرجاء والرغبة فيغلب جانب الترغيب نحو هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على مقتضى غلبة الخوف وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص، لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، وذلك مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها. نعم، ولهذا فإن الغالب على سياق المواعظ ذكر ما يحملها على الردع والزجر والتخويف، وليس معنى هذا إغلاق باب الترغيب وتذكير العباد بما يشوقهم إلى جنة الله ورحمته ورضوانه، لكن لكل مقام مقال. وها هنا سؤالان: قوله عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم، ما الذي كان يعلمه وأبهمه صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ما الذي كان يعلمه لو علمناه لأصابنا هذا؟
تأوله أهل العلم ذكروا فيه إجابات. الأول: لو تعلمون ما أعلم من عظم قدرة الله وغضبه وانتقامه جل وعلا، وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم. التأويل الثاني أو التفسير الثاني: لو تعلمون ما أعلم، ليس المقصود بما هنا الموصول يعني المعلوم، لا، يعني لو يكون لكم من العلم كمثل علمي في حيث الدوام والاستمرار، لأن علمه عليه الصلاة والسلام بالله متواصل دائم بخلاف علم غيره. والمعنى الثالث طبعا هذا لا يناسب، لأنه لو قال لو دام علمكم كدوام علمي لبكيتم، فكأنه قال لا يدوم علمكم، فلذلك ذكر هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، وليس هذا المقصود. التأويل الثالث والتفسير الثالث: لو تعلمون ما أعلم من سعة رحمة الله، لكن هذا لا يناسب السياق لقوله لبكيتم، والعلم بسعة رحمة الله إنما يحمل على الطمع فيما عند الله والترغيب والفرح والسرور، لا على الخوف والبكاء. وكل ذلك ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. والسؤال الثاني قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الصنعاني رحمه الله: قد علم صلى الله عليه وسلم إذن ما يوجب أن يكثر بكاؤه ويقل ضحكه، ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب هل هو كان يضحك قليلا ويبكي كثيرا؟ قال رحمه الله: لم أجد هذا السؤال ولا جوابه لأحد. ثم قال: ولعله يقال بل كان كذلك، لما ثبت في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكرة، يشير إلى حديث هند بن أبي هالة، وفيه هذه الجملة في وصفه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. وليس المراد من البكاء في الحديث سفح الدموع دائما، بل المقصود حال أهل الحزن والإشفاق. ثم قال: ويحتمل أن المراد لو تعلمون ما أعلم مع ما أنتم عليه من ضعف الصبر والاحتمال لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أما أنا فإن الله أيدني بالصبر والاحتمال ومعرفة سعة رحمته فلم يقع مني ذلك. قال: نظير قول من قال: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع، أي عندي أسباب البكاء لكن ساحة صبري منعت منه. انتهى كلامه رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع قوله في لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. أطلقت الركعات على عدد الركوع، يعني فاستكمل 4 ركوعات لا ركعات كاملات. نعم. وجاء في موضع آخر في ركعتين، يعني 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين. نعم. وهذا هو الذي أشرنا إلى أنه متمسك من قال من أصحاب مالك إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني، من حيث إنه أطلق على الصلاة 2 ركعات. والله أعلم. متقدم هذا ويقصد به محمد ابن مسلمة رحم الله الجميع. الحديث الرابع: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا آخر حديث الباب، وبه يتم مجلسنا الليلة إن شاء الله. الحديث الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه ما تقدم في الأحاديث السابقة في مسائل: الأول إثبات حدوث الخسوف في زمنه عليه الصلاة والسلام، أيضا تسمية خسوف الشمس ولا يقتصر على تسميتها بالكسوف، الثالث إثبات هذه الصلاة بطولها فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، وأيد هذا بقوله ما رأيته يفعله في صلاة قط.
والأمر الأخير إثبات الخطبة كما تقدم بقوله إن هذه الآيات التي يرسلها الله إلى آخره. وفي الحديث أيضا قال فقام فزعا، وقلنا هذا هو الجانب التعبدي القلبي الذي شرع لأمة الإسلام أن يكون بإزاء العبادة البدنية وهي الصلاة بصفتها المذكورة. فمن أدى إحدى العبادتين على حساب الأخرى كان مقصرا. لو قال قائل أنا أجلس في بيتي وأستغفر الله وأعيش حالة من الخوف والقلق وأستغفر وأتصدق وأتوب إلى الله من غير صلاة، يقال له هذا خلاف السنة وهو تقصير. ولو فعل آخر عكسه لقيل له مثل ذلك، هذا تقصير، بمعنى خرج إلى الصلاة وأدرك الجماعة لكنه لم يتعبد لله بقلبه بعبادة الخوف والفزع. انظر كيف يقول أبو موسى رضي الله عنه، يحكي وصفا رآه، قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. في بعض الروايات قام يجر رداءه، يعني خرج ما انتظر أن يرتدي رداءه، خرج يسحبه يجر رداءه فزعا. أرأيت هذا الوصف؟ ثم يقول يخشى أن تكون الساعة، من القائل؟ أبو موسى رضي الله عنه. السؤال ما أدراه، الخشية أمر قلبي. يقول قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، الجواب حتما عنده قرينة حال، إما سمع كلمة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في نهوضه إلى الصلاة ذكر شيئا ما مرتبطا بأحداث الساعة ففهم أن هذا الخوف والفزع مرتبط، أو على أقل تقدير تقول إنه رأى من تعابير الوجه ومعالم الحال ما لا يمكن أن يكون خوفا إلا مثل خوف قيام الساعة. فالأمر عظيم أيضا والوصف شديد. فقام فزعا بصيغة المبالغة على وزن فعل مثل حذر، قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. ثم بني على هذا سؤال، الساعة والقيامة لها مقدمات لم تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، خروج الدابة، الدجال، طلوع الشمس من مغربها، فكيف يخشى أن تكون الساعة وأماراتها لم تظهر؟ أجاب عن هذا بإجابات كما ذكره الحافظ في الفتح وابن الملقن كذلك، منها أن هذا كان قبل أن يعلمه الله بآيات الساعة وعلاماتها. واستبعد هذا الجواب لأن صلاة الكسوف قلنا متى؟ في موت ابنه إبراهيم في السنة العاشرة، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الكسوف من علامات الساعة ومقدماتها. قال الحافظ ابن حجر هذا أقرب الأجوبة. الجواب الثالث أن هذا ظن من الراوي، قام فزعا يخشى أن تكون الساعة هو اجتهاد من أبي موسى رضي الله عنه، وقد لا يكون في حاله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف مطابقا. واستبعد بأن الصحابة أدرى ولا يصفون شيئا من باب المبالغة والتهويل، بل هم أدرى الناس وأعلمهم بحال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد بالساعة هنا أن يخشى أن تكون الساعة أن تكون علامة على أمر كموته عليه الصلاة والسلام، وقيل لعله جوز أن تكون الساعة لولا ما علمه الله أنه لا يقع ذلك قبل وقوع أشراطها. وقيل أيضا استحضر صلى الله عليه وسلم قدرة الله التي تغلب على استحضاره وجود شروط وأمارات تتقدم على الساعة، وهذا مما كان يدل على امتلاء القلب بما يرتبط به العبد إيمانا بعظمة ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله استعمل الخسوف في الشمس كما تقدم، وقوله فزعا يخشى أن تكون الساعة فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها، وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال، حيث قال فزعا يخشى أن تكون الساعة. من القائل؟ أبو موسى رضي الله عنه، فأخبر بما ظن بناء على ماذا؟ قال من شاهد الحال، رأى حالا جعلها شاهدا على ما وصف، قال يخشى أن تكون الساعة، فهو شهد بما رآه من حال، قال جواز الإخبار بما يوجب الظن. فمن كان في الخارج ودخل إلينا في المسجد الحرام وقد رأى شيئا في الساحات أو في السماء، فرأى حالا فجاء فظن أن المطر نزل بناء على
رؤيته الغيم وسماعه الرعد ورؤيته البرقة، فأخبر بناء على ما ظن من شاهد الحال. نعم. قال: وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال، حيث قال: فزعا يخشى أن تكون الساعة، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك ويحتمل أن يكون لغيره، كما خشي صلى الله عليه وسلم من الريح أن تكون كريح قوم عاد، ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال أو قرينة دلته عليه. ولعل القرائن كما تقدم في الكلام آنفا ما رأى من تعبيرات في الوجه وحال يدل على الفزع بما دلت عليه الروايات أخرى، فقام يجر رداءه صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله بأطول قيام وركوع وسجود دليل على تطويل السجود في هذه الصلاة، وهو الذي قدمنا أن أبا موسى رواه، وهو من بين الرواة الذين أثبتوا هذه المسألة، فاستدل به على استحباب تطويل السجود لا كما ذهب إليه الفقهاء ممن قال بأنه يجعلها كالسجود في سائر الصلوات. قال: وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في المسجد، وهو المشهور عن العلماء. طيب من أين أخذ هذا؟ من قوله حتى أتى المسجد، إذن صلى الكسوف في المسجد، ولا يفعل بها كما يفعل في صلاة العيدين والاستسقاء من الخروج إلى الصحراء والفلات. نعم. قال: وخير بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء، والصواب المشهور الأول، يعني في المسجد. نعم. فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، وذلك مقتض لأن يعتنى بمعرفته ويراقب حال الشمس، فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى، لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء أو عدمه. يعني مع أن المقتضي للصلاة في الصحراء قائم، ومع ذلك تركه وصلى في المسجد، دل على أن الصلاة في المسجد أولى، هو يصلي حتى ينكشف. طيب من صلى في مسجد مسقوف يتبين له انجلاء الشمس أكثر من الذي في الصحراء أو العكس؟ العكس، ومع ذلك ترك فأتى المسجد وصلى. نعم. قال: وأيضا فإنه يخاف من تأخيرها، فوات إقامتها بأن يسرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم. لو أرادوا الخروج إلى الصحراء والفلاء قد يتأخر الوقت، فربما كان كسوفا جزئيا يأخذ دقائق، فريثما يجتمعون ويتهيئون ويخرجون يكون قد زال سبب الصلاة، وهو الانجلاء، بأن يسرع أو يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم. قال: وقد تقدم الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنه رد على من اعتقد ذلك. المقصود بمن ربط المسألة بموت ابنه إبراهيم فقال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب، لم يتكلم المصنف رحمه الله على لفظة ولا لحياته، والحافظ ابن حجر أيضا نقل في هذه المسألة قال: أما زيادة لحياته استشكلت هذه الزيادة، لأن في حديث عائشة الأول في الباب وحديث أبي هريرة لموت أحد من الناس ولم يذكر الحياة، هنا في رواية أبي موسى قال لموت أحد ولا لحياته، ما وجه الاستشكال؟ قال: لأن السياق ورد في رد من ظن أن الكسوف كان بسبب الموت لا الحياة، فالمفترض أن يكون الجواب والتذكير والإعلام هو نفي ارتباط الكسوف بماذا؟ بالموت، فلماذا يذكر معنى الحياة؟ قال الحافظ ابن حجر: الجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقدان ألا يكون سببا للإيجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم، يعني كما أنه لا علاقة لكسوف الشمس بالموت فكذلك لا علاقة له بالحياة. لكن الصنعاني رحمه الله تعقب الحافظ ابن حجر في كون هذا الجواب ليس وجيها، لما؟ قال: لأن الكسوف لم يربطه العرب بسبب الوجود ولا مناسبة لذلك حتى يتوهم، لكن توهموا ارتباط الكسوف بالموت. لما؟
لأن الموت تغير في عالم السفلي يناسبه التغير في العالم العلوي، وأعظم آيات السماء الشاهدة الشمس والقمر، فتغير نورهما مناسب لتغير نور الأرض بموت العظيم، فإن موته يحدث في الأرض ظلمة. واستدل بحديث أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. وهذا يقول كما يقول الصنعاني كثير في المراثي والأشعار. فإذا يقول لا وجه لأن تقول إن ارتباط الكسوف بالموت كالحياة، فنفى هذا ونفى ذاك. فالذي رجحه الصنعاني رحمه الله قال: فالذي فتح الله به علينا في بيان نكتة زيادة ولا لحياته أنه أراد الاستدلال عليهم في رد ما زعموه من أن الكسوف مسبب عن موت إبراهيم، أي كما أنها لا تكسف لحياة أحد ولا يقول ذلك أحد. يعني هل يقول أحد إن الكسوف مرتبط بحياة أحد؟ لا، هذا لا ارتباط به. يقول فكما لا يقول هذا أحد ولا يتوهمه، فكذلك لا تنكسف لموته، كما أنه لا مناسبة عقلية ولا عادية ولا تخيلية بين الكسوف والحياة، فكذلك لا يكسفان لموت أحد كما يتخيلونه من المناسبة. فكما أن هذا باطل بإقراركم فكذلك ها هنا. قال: وحاصله أنه ساق ما لم يدعوه في نفيه مساق ما ادعوه لكونهما مثلان سيان في الحكم. قال: ونظير ذلك ما ذكر أئمة التفسير في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نفى الاستقدام يعني طلب التقدم، هل أحد يطلب أن يتقدم موته؟ الطلب في ماذا؟ في التأخر. فلماذا ذكر التقدم؟ قال: كما أنه لا يتصور طلب التقدم ضم إليه التأخر الممكن عقلا إعلاما بأنه قد صار الممكن كالمحال. فمثل ذلك لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهو جواب لطيف منه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار. من أين جاءت الإشارة إلى المبادرة؟ قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى كذا وكذا وكذا. من أين أخذت المبادرة أو الطلب بالمبادرة؟ فافزع، الأمر بالفزع، الأمر فافزعوا زيادة على الأمر طيب هو من شيئين، الأول الفاء، فإذا رأيتم فافعل، الفاء للتعقيب يعني فور ما ترى صلي، فور ما ترى تصدق، ادعو، اذكر الله عز وجل. هذه واحدة. والثانية الفعل نفسه الفزع. كان يمكن يقول فصلوا كما جاء في رواية أخرى: فصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. ما معنى فافزعوا؟ النهوض إلى الشيء على وجه السرعة التي يبعث عليها الفزع. يعني الآن لو كنت جالسا فأردت الانصراف من مجلسك فقمت بطمأنينة وتؤدة تريد الانصراف، أيكون قيامك ونهوضك كقيامك فزعا وهو يهجم عليك سبع أو أسد مفترس؟ فكيف القيام الثاني بالسرعة والنهوض والمبادرة؟ حال الفزع يحمل على السرعة في الفعل للشيء. قال فافزعوا، كأنه يقول أسرعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه. نعم. قال: وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضا، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف. وهذا تقررت به جملة كبيرة من النصوص الشرعية في أن شؤم الذنوب والمعاصي يعم المسلم والأمة فردا وجماعة، وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وأن الطاعة تستجلب الخير والبركة والرزق، وأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، أمثال هذا كثير في نصوص الشريعة. انتهى كلامه رحمه الله. ولنختم المجلس بفائدتين ذكرهما ابن الملقن رحمه الله. الأولى قوله فافزعوا، فيه شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل أحد. من أين؟ واو الجماعة التي تدل على العموم فافزعوا. فلو قال قائل واو الجماعة ضمير يخص الذكور، فكيف شمل النساء؟
ما قال فافزعوا وافزعنا. نعم، القاعدة الأصولية أن الأمر الذي يخص ضمير الذكور في باب العبادات يشمل النساء إلا ما خصصنا به. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ألا يشمل النساء؟ بلى، كتب عليكم الصيام ما كما قال عليكن. فضمير الذكور في الأوامر الشرعية الأصل أنه يتناول الذكور والنساء على حد سواء. طيب ما فائدة هذا؟ فائدة هذا مسألة، هل النساء مخاطبات بصلاة الكسوف كالرجال؟ ليش سكتتم؟ هل النساء مخاطبات بصلاة الكسوف كالرجال؟ نعم. من أين؟ فافزعوا. فلو قيل لك هذا ضمير ذكور، تقول الأصل في الأوامر التي تتناول الذكور أن تشمل النساء إلا ما جاء التخصيص به للذكور. فإذا قلنا النساء مدرجات فهو مثل النصوص الأخرى، وهذا مذهب الشافعي ومذهب مشهور مذهب مالك وأيضا الحنابلة. وروي عن مالك أيضا أن المخاطب بصلاة الكسوف من يخاطب بالجمعة، فمن يخرج؟ يخرج النساء والمسافرون ونحوهم، العبد والصبي والمرأة والمسافر، لا صلاة جمعة عليهم ولا صلاة في الكسوف هم مخاطبون بها. أما الإمام البخاري رحمه الله فاستدلالا بما هو ظاهر الحديث بوب فقال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وأتى بهذا واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها وهي تصلي في حجرتها ودخول أسماء فسألتها ما الذي حصل، ما فأشارت عائشة إلى السماء فقالت آية فأشارت برأسها النعم، فأثبتت صلاة النساء. وفي هذا عدة شواهد. الفائدة الأخيرة بالنسبة للقراءة في صلاة الكسوف والخسوف، سواء قلنا كسوف شمس أو خسوف قمر، فإن السنة في كسوف القمر أو خسوفه الجهر في الصلاة، لأن الصلاة ليلية. وأما في خسوف الشمس فمذاهب، الأول أنه أيضا جهر في القراءة كمثل خسوف القمر وإن كانت الصلاة نهارا، على خلاف المعهود في الصلوات النهارية ظهر وعصر سرا، فجعلوا صلاة كسوف الشمس جهرية كخسوف القمر. وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك. المذهب الثاني أن صلاة كسوف الشمس سرية لأنها صلاة نهار، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة والليث وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك وقول جمهور العلماء رحم الله الجميع، أن كسوف الشمس صلاة سرية وأن خسوف القمر صلاة جهرية. وربما استدل أبو حنيفة والشافعي والمشهور عن مالك والجمهور بأن الشمس لما كسفت قال الصحابة فقام قياما نحوا من سورة البقرة، فلو كانت صلاة جهرية مسموعة لسميت السور، أو قام قياما طويلا، وهذا ليس صريحا لكنه ظاهر يمكن أن يستشهد به. فهذان مذهبان، فما الثالث؟ قلنا صلاة كسوف الشمس إما سرية وإما جهرية، الثالث لا ليس ركعة وركعة، الثالث التخيير، التخير بين الإسرار والجهر، وهذا اختاره الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين جمعا بين الأحاديث، ومنهم من تأول الجهر على كسوف القمر. تم بهذا مجلسنا اليوم في صلاة في باب صلاة الكسوف، ويكون الباب الذي نشرع فيه إن شاء الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. نسأل الله من فضله وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.